حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروه ايات امراته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروه سبعا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه